قدام الكل بقولها لك، خليني أقولها أنا عيني ما قبلتش. راغب علامي يتخذ خطوة غير متوقعة بعد ضجة صورته مع زوجة السفير العراقي. إليكم ماذا فعل؟ فاجأ الفنان اللبناني راغب علامي الجمهور باتخاذ خطوة غير متوقعة، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب صورته التي جمعته بزوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري. أحلى شيء بالدنيا الحب، فورا أعلن غارة. وفي التفاصيل، فقد تفاجأ الجمهور بتحويل الفنان اللبناني صفحته عبر موقع تويتر من عتمة إلى خاصة، وهو ما يتوجب عليه الموافقة على متابعة الأشخاص الجدد لصفحته. هذا الأمر اعتبره كثير من المتابعين خطوة لتجنب التعليقات السلبية والمسيئة بحقه. فلوقة لستة ومن الحبايب عندي لستة، ينقص من اللستة واحد. يشار إلى أن الفنان راغب علامي كان رد على الجدل الذي أثير بسبب صورته مع زوجة السفير العراقي، وقال في تصريحات صحفية: عائلة السفير العراقي تربطني بها علاقة عائلية، والسفير العراقي نكون له كل الاحترام أنا وعائلتي. وعلى صفحته الخاصة عبر تويتر كان رد بطريقة غير مباشرة قائلاً: اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا، واكفنا شرها. اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب. هذا وكان أصدرت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بياناً استنكرت فيه استدعاء الخارجية العراقية للسفير العراقي لدى الأردن على خلفية قضية الصور مع الفنان اللبناني راغب علامي. وجاء في البيان: بعد ما شاهدناه وقرأناه عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية على خلفية التقاط صور للسفير وعائلة مع الفنان راغب علامي، نؤكد التالي: إن التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو أمر طبيعي ولا يمكن رفضه، خاصة وأن الفنان يكون متواجد بين أهله ومحبيه ومعجبيه. لذلك إن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامي، وأنه لم يكن موجه للفنان المذكور فقط، إنما موجه لكل فنان، خاصة وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس، فإن الفنان ومن أي بلد كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيرا له. أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك، وممكن أفرق. وأضاف: سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة، لذلك اقتضى التوضيح.